بصبها على كبارة تانية. في الوقت الحالي الأرقام بتقول إن مصر وصلت لنسبة تحقيق اكتفاء ذاتي وصلت ل 85% من الأسماك. ده غير إن مصر بقت تتصدر المركز الأول على مستوى القارة الإفريقية وحققت المركز السادس عالميا فيما يعرف بمجال الاستزراع السمكي، والمركز الثالث أيضا في إنتاج سمك البلطي تحديدا. يعني ده حقيقي مصطفى، مع دخول كمان كل المشروعات القومية اللي بتستهدف الدولة تدشينها في مجال الثروة السمكية والاستزراع السمكي وتحقيق الانتاج منها بكامل طاقتها، مصر بتستهدف ان هي توصل لنسبة اكتفاء ذاتي 100%، وهتقدر ان هي تعزز التصدير للخارج لمختلف الدول كمان. خلونا نعرف ازاي وهنوصل لده ازاي من خلال ضيفنا اللي منورنا في الاستوديو النهارده، المهندس عاطف صلاح، مدير عام المصايب بجهاز حمايه وتنميه البحيرات والثروه السمكيه. صباح الخير لحضرتك واهلا بيك، منورنا. صباح الخير هتنم على حضراتكم وعلى الساده المشاهدين. عايزين نعرف الاحصائيه دي يا باشمهندس، الاحصائيه دي صدرت من مين واحنا بدانا كده ازاي، وتاثير ده على الاسواق المصريه عامل ايه؟ والحقيقة الإحصاء اللي حضرتك ذكرتها بتصدر عن جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية، النشرة الإحصائية الخاصة بالجهاز. البيانات اللي حضرتك قلتها فعلا إحنا إنتاجنا تخطى 2 مليون طن سنويا، المركز الأول على أفريقيا والسادس عالميا في الاستزراع السمكي. أكبر من المغرب؟ آه، إحنا أكتر من المغرب في مجال الاستزراع السمكي، مش في مجال المصايب. مجال استزراع السمك احنا عندنا 2 مليون طن سنويا انتاج، 80% منهم من الاستزراع السمكي. الاستزراع السمكي اه، و20% من المصايد الطبيعيه. عشان كده احنا في مجال الاستزراع السمكي زي ما قلت حضرتك الاول افريقيا والسادس عالميا والثالث على مستوى العالم في انتاج البلطي. زي ما حضرتك ذكرتوا المشروعات القوميه كان ليها دور كبير جدا في هذه المسألة. انا عايزه اعرف بقى احنا ازاي نمينا ده، يعني ازاي احنا وصلنا للرقم ده في البدايه. اقول لحضرتك المساله بدات بقى لها سنين طويله جدا، تقريبا من 2014 حضرتكوا كنتوا لامسين الاهتمام الكبير جدا اللي الدوله اولته سياده الرئيس تحديدا اولها لتنميه البحيرات المصريه. اشتغلنا بشكل موسع جدا وشكل متوازي في كل البحيرات المصريه، بحيره المنزله، بحيره البرولوس، بحيره ايدكو، مريوت، البردويل، كل البحيرات بشكل متوازي في عمليات كبيره جدا من التطوير والتطهير واعاده والتكريك وزياده المياه المالحه اللي بتدخل للبحيرات. كان في جانب اخر، ده فيما يتعلق بالمصائد الطبيعيه، كان في جانب اخر والاهتمام بالاستزراع السمكي زي ما ذكرنا مشروع الفيروز ومشروع بركه غليون وباقي عمليات الاستزراع السمكي اللي موجوده في مصر. حصل تطور تاني مختلف شويه ان احنا المساحات اللي موجوده اللي تصلح للاستزراع السمكي كلها تقريبا مستغله، فكان الفكر ان يتم الاستغلال بشكل راسي اللي هو تكثيف عمليه الاستزراع، يعني ان نتحول من عمليه الاستزراع العادي اللي بيجيب 3 طن مثلا في فدان الى الاستزراع المكثف وشبه المكثف اللي بيوصل ل 7 و8 ويمكن 10 طن في الفدان، عشان تستغل كل المساحات اللي موجوده وتحقق اقصى انتاج منها. بالاضافه زي ما ذكرنا المشروعات القوميه بتشتغل مش بشكل فردي، هي مشروعات ذات اهداف متعدده، ودي الميزه في المساله. احنا بيبقى عندنا مجال استزراع، عندنا مصانع للعلف، عندنا تغليف، فالمساله مساله شامله بدات من 2014 ومستمره ان شاء الله لمراحل قادمه للوصول بالانتاج ان شاء الله ل 3 مليون طن. بس الناس تقول لك سمك المزارع ربما يختلف عن سمك المصايد، ممكن تدينا وجهه نظر وهل احنا راعينا ده في المزارع الجديده ان احنا يعني نعمل شكل افضل للاستزراع السمك؟ اقول لحضرتك هي معلومه مش صحيحه 100%. هو طبعا معروف ان الاسماك اللي بتربى في المصادر الطبيعيه بتبقى يعني غذاء طبيعي، لكن اسماك الاستزراع هي اسماك يعني ذات جوده عاليه جدا ومفيده جدا، لا تقل اطلاقا عن المصايد الطبيعيه، بالعكس قد تتفوق في كميه البروتين. ففكره ان الاستزراع السمكي او الاسماك اللي مستخرجه من الاستزراع السمكي اقل جوده هي فكره مش حقيقيه تماما. زي ما قلت لحضرتك احنا 80% من انتاجنا هو من المزارع يعني السمكية. يعني ايه بروتين اكتر؟ معلش فهمني برضو. لان طريقه الغذاء بتختلف، المصايد الطبيعيه بيبقى غذاء طبيعي، لكن في الاستزراع انت اللي بتغذي، فانت اللي بتتحكم في نسبه البروتين في الاعلاف اللي بتقدمها للسمكه،
فالمسألة بتختلف. لكن في المصايد الطبيعية زي ما قلت لحضرتك ما فيش غذاء، هو غذاء طبيعي على حسب توافر الغذاء اللي موجود في المسطح المائي بيبقى بيوصل حجم السمكة أو درجة نموها. لكن في الاستزراع السمكي عملية محكمة تماما الغذاء، وطبعا أي مستزرع بيبقى مهتم جدا بأن المنتج بتاعه يبقى أعلى جودة لأن المنافسة كبيرة جدا. والاستزراع السمكي منتشر في كل محافظات الجمهورية، فهو بيحاول أنه يوصل لدرجة أعلى من الجودة عشان يقدر يسوق سمكه بسعر مناسب يقدر يوفر له ربح يعني. طيب احنا يمكن في بداية الكلام كنا بنقول أن مصر بتستهدف أن هي توصل لنسبة أو اكتفاء ذاتي ب 100%، عايزين نوصل لنسبة 100% عشان يبقى عندنا اكتفاء ذاتي مش بس جوه مصر، لا كمان احنا عايزين نبتدي نصدر. هنعمل ده ازاي؟ هنقدر نوصل لده ازاي؟ ومستهدف ناخد وقت قد ايه؟ احنا بنصدر فعلا دلوقتي، وهو الهدف فعلا زي ما حضرتك قلت ان احنا نفتح اسواق جديده احنا بنحاول دلوقتي مع يعني الاتحاد الاوروبي ومع بعض الدول ان احنا نصدر سمك الاستزراع. ده اشتراطاته بتبقى كبيره جدا طبعا. احنا شغالين بقالنا اكتر من سنتين تقريبا كجهاز حمايه وتنميه البحيرات مع هيئه سلامه الغذاء ومع جهات كتيره جدا ان احنا لان هم ليهم اشتراطات كبيره جدا، مش مساله حتى السمكه، ده المساله من اول المزرعه والعمال اللي موجودين فيها، طريقه التغذيه، كل الاجراءات اللي بتتم للوصول الى السمكه هم ليهم اشتراطات فيها. احنا عندنا كم مزرعه دلوقتي حصلت على الجوده واصبحت مؤهله للاستزراع للتصدير. للتصدير دي خطوه. الخطوه الثانيه ان احنا يعني شغالين برضو في المصايد الطبيعيه، في انواع كتير جدا بيتم تصديرها زي اسماك البردويل طبعا يعني معروفه عالميا تعتبر براند. بنشتغل دلوقتي على بحيره ناصر برضو لان سمك البلطي اللي موجود في بحيره ناصر ومش موجود في اي مكان تاني في العالم، فده برضو بيعتبر براند بيشتغل عليه للتصدير. فكرة ان احنا نوصل 100% للتصدير، وهيظل ان احنا بنستورد بعض الاسماك اللي مش موجودة في المياه بتاعتنا زي اسماك المياه الباردة، السلمون مثلا، السلمون والرنجة والانواع اللي هي مش موجودة في المياه المصرية. لكن الوقت قد ايه اللي بنستهدفه؟ هي خطة احنا شغالين فيها زي ما قلت لحضرتك كده، احنا كل ما بنزود انتاجنا كل ما بتزيد عدد السكان، لا وكمان عدد السكان بيزيد، ففكرة ان احنا يعني نغطي زيادة عدد السكان ده ويبقى عندنا وفرة في الانتاج. زي ما قلت لحضرتك احنا بنستهدف ان شاء الله 3 مليون طن في 2030، اعتقد ان احنا ساعتها نكون وفينا كل المطلب. واحنا كمان فكرة الاستهلاك المتوسط استهلاك الفرد في مصر هي نفس النسبة العالمية على فكرة، يعني تقريبا احنا 20.1 تقريبا، النسبة العالمية يمكن 19-20 مرة، فاحنا يا اما زي النسبة العالمية يمكن اكتر كمان في استهلاك الاسماك. احنا كم مليون طن بننتج؟ 2 مليون طن تقريبا، ومستهدفين 3 مليون. 3 مليون طن. عندنا كم بحيرة؟ عندنا 9 بحيرات. اكتر واحدة بتنتج ايه؟ بحيرة البرولوس وبعدها بحيرة المنزلة، يعني دول مثلا مثالين للتطوير اللي تم. زي ما قلنا كان فيه اهتمام كبير جدا من القيادة السياسية ومن الرئاسة، وده اللي كمان حتى كانوا تنظيفها. انا فاكر كان في احنا اشتغلنا بقالنا زي ما قلت لحضرتك من 2014، سيادة الرئيس تحديدا كان مهتم بالمسألة دي جدا، فعملنا شغل كتير جدا، صرفنا مئات الملايين تقريبا على بحيرة المنزلة وبحيرة طهرناها ازاي بقى عشان نعمل بحيرات؟ كان في لو حضرتك شفت او عرضتوا المنظر للبحيرات كانت كلها ورد نيل وكان كلها اطماءات، والبواغيز اللي بتسمح بتبادل الميه كانت كلها تقريبا مقفوله. فاشتغلنا مثلا في بحيره البرولوس على 3 مراحل، خلصنا المرحله الاولى والثانيه والثالثه شغالين فيها دلوقتي. مرحله بحيره المنزله تقريبا دلوقتي تم ازاله كل المعوقات اللي كانت موجوده فيها بالكامل، ورد النيل والاعاقات والتحويط، وطهرنا البواغيز. ده حصل تنوع كبير جدا في عمليه دخول الميه، حتى فكره كمان تغيير التركيب النوعي للاسماك. بحيرة مياه شروب، مش هنقول عزبة يعني، مياه شروب خليط يعني بين المياه البحرية والمياه العزبة، لكن كان الانتاج الأغلب فيها هو الأسماك المياه العزبة زي سمكة البلطي. لكن انت لما بتطهر البواغيز وبتعمقها بتسمح لمياه البحر المتوسط انها تدخل، فبتدي مساحة أكبر للأسماك البحرية كمان انها تبقى موجودة زي الدنيس وزي القاروس والعائلة البورية. فده بيحصل حتى تغير في التركيب النوعي للأسماك، بيدي جودة أعلى وقيمة أعلى اقتصادية كمان يعني للصيادين اللي موجودين. طيب الأسماك اللي احنا بنستوردها زي السلمون والرنجة زي ما حضرتك قلت،
الاسماك دي بتعيش في درجه حراره برد شويه صح؟ فاحنا ما ينفعش ان احنا نبقى بنستزرعها هنا، مفيش. لا 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 صح. طيب ايه ابرز الاسماك او الانواع غير البولتي اللي احنا بنصدرها؟ احنا عندنا يمكن في المرتبة الثانية مثلا العائلة البورية، عندنا العائلة البورية اللي هو البوري يعني اشهر نوع البوري، لكن في البوري في الطبارة، عندنا الدنيس والقاروص. ليه عائلة؟ ما عشان هي فيها كذا صنف، لكن الاشهرها البوري، لكن في البوري وبعدين الطبارة فبتسمى العائلة البورية. عندنا الدنيس والقاروص برضو في بركة غليون مثلا وفي مشروع الفيروز شغالين على انتاج الدنيس والقاروص وتصديره للدول الأوروبية والدول العربية، في ناس حتى بيصدروا كمان بعض انواع الاسماك لروسيا. اللوت يجي في المرحله اللي بعد كده، البوري بتاع تحديدا بتاع بحيره البردويل ده زي ما قلت لحضرتك هو براند عالمي مع بولتي بحيره ناصر يعني. دي تقريبا اكتر الانواع اللي احنا بنشتغل عليها سواء في انتاج او تصدير. يعني احنا عندنا الشمال والجنوب بحيرات اللي هي مطلة على المتوسط في الشمال، وعندنا الجنوب بحيرة ناصر. عندنا بحيرة ناصر طبعا أكبر بحيرة تقريبا صناعية المياه العذبة في العالم، تقريبا إنتاجها حوالي 30,000 طن. نستهدف برضو كان توجيهات برضو من سيادة الرئيس إن احنا نوصل إن شاء الله ل 50,000 طن إنتاج من بحيرة ناصر. احنا دلوقتي تقريبا وصلنا ل 30,000 طن، عملنا فيها تطوير كبير جدا، أنشأنا مفرخات، 4 مفرخات في بحيرة ناصر. احنا بنفرخ الأسماك البلطي وبنغذي بيها بحيرة ناصر زي ما بنعمل في كل البحيرات، خطة لتنمية المسطحات المائية عندنا. احنا بناخد أسماك من المفرخات الخاصة بجهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية وبنغذي بيها البحيرات المصرية تقريبا ونهر النيل بالكامل يعني. وما بين الشمال والجنوب ما فيش مزارع؟ يعني المزارع منتشرة في كل الجمهورية، لكن اكتر محافظه لاستزراع السمك اعتقد هي محافظه كفر الشيخ. انا قصدي ان احنا عندنا الشمال والجنوب، انا بتكلم في النص ما فيش مزارع، يعني فيما يتعلق بال لازم بحيره يعني. طبعا الاستزراع بيكون، احنا حتى يعني بنفكر دلوقتي على فكره الاستزراع التكاملي اللي هو يبقى استزراع نباتي مع استزراع سمكي. فكر على بنشتغل دلوقتي على الاستزراع في مياه الابار في المناطق اللي هي الصحراويه، احنا نستخدم مياه الابار في عمليه الاستزراع السمكي. في تنوع كبير جدا بيحصل في القطاع. بيحصل في بعض المناطق، وان شاء الله احنا شغالين عليه زي ما قلت لحضرتك، نوعين من انواع الاستزراع، الاستزراع التكاملي والاستزراع على مياه الابار، عشان تنوع المصادر اللي موجوده عندك وتقدر توصل لل 3 مليون طن انتاج يعني ان شاء الله. يمكن كمان ساعات بنشوف الاسعار السمك بيبقى بعض التجار بيبيعوه باسعار غاليه جدا جدا، حتى الناس بتفضل تقول السمك غلي والسمك بيغلى والحاجات دي كلها، لكن الدوله موفره اسواق خاصه بيها، او يمكن العربات حتى المتنقله اللي بتبيع السمك باسعار يعني تبقى مناسبه لجميع المواطنين. احنا في الفتره الاخيره فعلا نتيجه ارتفاع اسعار الاسماك، لان هو حضراتكم عارفين يعني تعدد مراحل التسويق هي اللي تقريبا بتزود سعر السمك، بالاضافه طبعا لارتفاع مدخلات الانتاج، يعني زي الاعلاف مثلا في عمليه الزراعة السمكي بيزود السعر شويه، لكن احنا فعلا تدخلنا في منافذ يعني. تدخلنا فعلا يعني، احنا كجهاز مثلا عملنا بروتوكول مع محافظه السويس ان احنا كنا قدم لهم سمك بولتي تقريبا بسعر تقريبا 50 جنيه او حاجه زي كده. في كفر الشيخ عملنا نفس الحكايه، اشتركنا في معارض اهلا رمضان، محاربه الغلاء، فاحنا بنحاول يعني ان احنا نوفر الاسماك زي ما حضرتك قلت كده في الاسواق باسعار طبعا يمكن بنتكلم على 50 و60 جنيه مثلا و70 جنيه، اقل بكتير جدا من السوق يعني. انتوا حضراتكم كجهاز مسؤولين عن ايه تحديدا؟ احنا كنا هيئه اسمها هيئه الثروه السمكيه، ونتيجه برضو تابعين لوزاره الزراعه، ونتيجه برضو توجيهات رئاسيه من سياده الرئيس ان احنا يعني نغير القطاع ونديله قوه اكبر، صلاحيات اكبر، وصلاحيات اكبر. فغيرنا حتى القانون اللي كنا بنعمل بيه كان من سنه 83، وطبعا كان لا يعني بيتضمن مواد ما تنفعش انها تبقى موجوده دلوقتي في ظل التطور اللي احنا بنشتغل فيه، فغيرنا القانون وصدر قانون جديد بقى 146 لسنه 2021، وغيرنا هيئه الثروه السمكيه اصبحت بمسمى جهاز
حمايه وتنميه البحيرات والثروه السمكيه، وتابع لمجلس الوزراء مباشره. بعيد عن وزاره الزراعه. يعني احنا بنشتغل طبعا مع وزاره الزراعه، ان احنا جهه انتاجيه في الاول وفي الاخر، فطبعا يعني معالي الوزير معانا في كل الخطوات اللي احنا بنعمل فيها، لكن الجهاز بيرأسه قامه علميه كبيره جدا دكتور صلاح مصلحي، والمدير التنفيذي هو السيد اللواء الحسين فرحات. الحقيقه ده ادى دفعه قويه جدا للقطاع، وزي ما قلت لحضرتك كده القانون اتغير، واحنا اصبحنا مسؤولين تقريبا عن الانتاج السمكي في كل الجمهوريه. احنا اللي بنحط القواعد الخاصه بالزراعه السمكي، القواعد الخاصه بالمصايد الطبيعيه، احنا اللي يعني بندير القطاع. طيب يعني كمان حضرتك يمكن كنت بتتكلم من شويه عن اهتمام الدوله الكبير في، يمكن بنشوف رمي او القاء الذريعه في بعض الترع وفروع النيل، هل شفنا يعني اختلاف الانتاجيه بعد تلك العمليه، يعني بالذات انه ده ما بيحصلش في الترع الخاصه بالاستزراع السمكي، يعني ده بيحصل في النيل يعني؟ احنا هي خطه سنويه الجهاز بيقوم بيها مجانا طبعا، بنوفر عدد كام مليون، حوالي 5 6 7 8 مليون ذريعه سنويه من المفرخات تابعه للجهاز، وبننمي بيها المسطحات المائيه زي ما قلنا كده في نهر النيل وفروعه بالكامل، في بحيره ناصر، في البحيرات سواء البحيرات الشماليه بحيره المنزله او البرولوس. دي خطه بنعملها سنويا بالتنسيق مع المحافظات، وزي ما حضرتك بتساعد جدا في ان احنا نزود الانتاج السمكي، زي ما ذكرت بحيره المنزله مثلا كنا بنتكلم على وصلنا تقريبا ل 100 ألف طن من الانتاج، وبحيره البرولوس حوالي 80 ألف طن سنويا، مقارنه لو قبل 2014 كنا بنتكلم على 40 50، فتقريبا في مضاعفه للانتاج في البحيرات، خصوصا بحيره المنزله والبرولوس اللي هم اكبر بحيرتين عندنا. مين اكتر الدول اللي بتستورد مننا وبتاخد كميات قد ايه، وده بيسهم في ميزانيه الدوله بقد ايه؟ احنا عندنا نوع من انواع الاسماك موجود في البحر المتوسط اسمه الجمبري الاحمر. طبعا هو صنف مهم جدا طبعا، وبيتم تصديره لدول كتير جدا ابرزها تقريبا ايطاليا. عندنا زي ما قلت لحضرتك كده الدول العربيه بتاخد منا اسماك كتير جدا، خصوصا من اسماك البحر الاحمر والبلطي، السعوديه والاردن. عندنا تصدير لروسيا زي ما قلت لحضرتك كده، الانواع اللي هي البحريه بقى زي ما بنتكلم للجمبري الاحمر، في ناس بيصدروا الالباكور، تونه الالباكور وابو سيف، في انواع كتير بيتم تصديرها، بالاضافه للاسماك اللي اتكلمنا عنها اللي هو المعروفه للناس اللي هو الدنيس والقاروس واللوت والبلطي، ودول تقريبا والعائله البوريه، دول اكتر انواع معروفه وبيتم تصديرها. لكن زي ما حضرتك كده في انواع تانيه بحريه زي ما اتكلمنا كده في دول اللي مطلوبين. الجمبري الاحمر، وفي ناس بيصدروا حاجه اسمها تونه الالباكور، نوع من انواع الاسماك موجود دول في مطلوبين المتوسط. بالذات في الدول العربيه او روسيا. بالظبط كده. مشكورك كل الشكر ليك المهندس عاطف صلاح، مدير عام المصايد بجهاز حمايه وتنميه البحيرات والثروه السمكيه، مشكورك على وجودك معنا يا فندم. شكرا جزيلا لك يا باشمهندس.